ما تطول لك سعدية. تكي ما تهمي. ما تهمي ما تهمي. الله يوفقك الله يخليك، خليني معك بالسوق تسلالي شوي. ليش أخذتي إذن من ابن عمك بنروح على معايرك سعدية؟ الإذن إذنك مرت عمي. ما بجوز المرأة تطلع من بيتها بدون إذن جوزها لك بنتي. والله داي أخلقي. وينك بعتي خبر لبنت خالتك افتكار، خليها تيجي لعندك بتسلي أنت وياها. ما بدي تسلاي مع افتكار. يو شو الحكاية؟ من زمان ما شفتك لا رحتي لعندها ولا حكيتي. بصراحة بصراحة مهزوزة منه وماني طايقة أشوفها. يو شو بتضلي مهزوزة أنت وليش بقى؟ لكن بيهون عليك يا مرت عمي. بتقول لحماتها إنه ما بدها تورجيني ابنها الصغير لأنه بتخاف عليه من عيني. يو شو هالحكي؟ أنا سمعتها بآخر زيارة رحت فيها لعنده. ليش ما قلتي لي من وقتها ولك سعدية؟ ما حبيت هزلك بدنك مرت عمي. أنا بدي هزلها بدنها وبدن حماتها، يا عيب الشوم عليهم، على الذمة والدين ما لي ساكت لهم. إن شاء الله بتشكلي قاسي يا مرت عمي، بعرف إنه ما بيهون عليكي فيه. مع إنك ما بتستاهلي، بس ما بيهون علي حدا يرميكي بوردة، بتضلي مرت ابني عمر، واللي بمس كرامتك بمس كرامتي.